يعتبر الطاسيل متحفاً طبيعياً وضع على قائمة التراث العالمي في العام 1982، وهو مجموعة من الكهوف والجبال الصخرية والبركانية والمواقع المترامية الأطراف على بعد 2000 كيلومتر جنوب شرق الجزائر. أصدر الطابع البريدي الذي يرمز للتأصيل سنة 1983، وهو جزء من الموروث الثقافي الجزائري، وهو مهم للسياحة الصحراوية. عندما نقول التأصيلي نقول أكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق، يعني يعتبر موقع التأصيلي من أكبر المتاحف العالمية لما يسخر به من رسومات جدارية تعود إلى عمق التاريخ، قد تكون أقدم وأقدم بكثير من بعض الأهرامات الرسومات التي وجدت في مناطق أخرى. التاصيلي داروا عليه طابع بريدي لأنه مصنف ضمن التراث العالمي، وهو يعكس صورة عن الصحراء الجزائرية. مبادرة حسنة أن تكون هناك طوابع خاصة بالتاصيلي في الجزائر، لأنه تراث عريق ويزخر بمشاهد للحياة السابقة. إذن هي مبادرة تثقف الشعب من جهة، وتنبه بأن هناك فعلا رحلات لابد أن يقوم بها الجزائري للثقافة، وأيضا لكي يكتشف أصوله البعيدة جدا. وقد قام الفنان الجزائري عبد المجيد شعير بتصميم عدد من الطوابع لرسوم التأصيلي صدرت في العام 83 900 و1000. شعير عبد المجيد، بعد دراسات فنية بالمدرسة الوطنية للفنون التشكيلية بقسنطينة ثم الجزائر، وصل عبد المجيد شعير دراساته بالمدرسة الوطنية العليا للفنون التزيينية بباريس في السبعينات، وعلى هامش مساره كرسام عمل بالتدريس أولاً للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر قبل أن يعين مديراً للدراسات في نفس المؤسسة. ولعبد المجيد شعير عدد معتبر من المعارض في الجزائر وخارجها، ويظهر جلياً عبر كل أعماله أنه أرسى مساره على قواعد صلبة، فمن باريس إلى تونس مروراً بيوغسلافيا. لم يعرض عبد المجيد شعير لوحاته فحسب، بل خلف في متاحفها بعضاً من أجمل أعماله. وفي عام 83 900 و1000 أنجز 4 طوابع بريدية حول موضوع التأصيلي تراث عالمي. حظيرة التأصيلي، الحظيرة الوطنية للتأصيلي، هي أول حظيرة في الجزائر صنفت من طرف اليونسكو في 1988، وتعتبر هذه المنطقة يعني محمية من بين 7 حظائر الآن في الجزائر حتى اليوم، يعني هي أول حظيرة صنفت. وفي هذه الحظيرة يعني وش نسيب في الحظيرة؟ تراث ثقافي ولا طبيعي متكون من أشياء يعني ولا تراث، رسومات صخرية، نقوش، قبور، يعني من قبل التاريخ إلى فجر التاريخ إلى حتى التاريخ الآن. وهذا يدل على أن الصحراء حدث لها تصحر ولم تكن هكذا من قبل، لأن هذه الحيوانات تعيش في البيئة ليس لا تعيش في البيئة الصحراوية. نجد أيضا رسومات ونحوت آدمية للإنسان، تختلف هذه النحوت من نحت إلى آخر، حيث أنها نجد في بعض نحت بدائي وفي بعض اللوحات أخرى نجده متطور نوعا ما. ونظرا للأهمية التاريخية التي تكتسيها هذه المنطقة وغير ذلك، ورغم أنها مصنفة في اليونسكو، إلا أننا يجب المحافظة عليها أكثر وصيانتها وترميمها إن تطلب الأمر ذلك. والآن الإنسان التاركي المسلم، رغم أن الاستعمار أراد فرض أو زرع المسيحية عن طريق البير فوكو المدفون هناك،
يحترمه سكان التوارق، ولكم دينكم وليديني مثل ما يقولون، نحن مسلمون. ومرت من هنا المسيحية وتركت بصماتها، وهكذا يبقى التاريخ لغز يفكك من يوم إلى يوم، لكن بواسطة العلم والعلماء. وما زالت الطبيعة شامخة، وغروب الشمس كل يوم، والكسوف والخسوف يستقرئه سكان المنطقة كل ما ظهر، وتبخت تلك الصحراء لغز للجميع. وهذا الفنان عبد المجيد شعير الغني عن التعريف، أستاذ بالمدرسة العليا ومتواجدا حاليا بفرنسا ومتخصص في الفنون التشكيلية، ترك للأيام بصمات من الحياة في الهجار.